ولا زلنا في سياق اجتماعات مجلس الوزراء، حيث قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ان مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصاديه يمثل اهميه كبيره بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصاديه بوصفها مختصه بنظر الدعاوى الاقتصاديه. وافق مجلس الوزراء اليوم بتعديل بعض احكام قانون المحاكم الاقتصاديه. يمثل المشروع أهمية كبيرة بالنظر إلى ما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية.